مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في نشرة أخبار الثقافة من تلفزيون سلطنة عمان وفي أبرز عناوينها. سلطنة عمان تبدأ في تحليل إمكانية تضمين محميات طبيعية لتكون ضمن شبكة اليونسكو لمحميات الإنسان والمحيط الهادي. بعد انقطاع لعامين، عودة المهرجان الثقافي الدولي تيم قاد بالجزائر. الفيلم الجزائري سولا يفوز بجائزة السوسنة السوداء لمهرجان عمان السينمائي.